beni niye çekiyorsun? Çok iyi çekin. Pardon. يوجد أيضا العديد من المخطوطات التي ترجع إلى هذا العصر باللغة العربية. هنا يوجد بعض الأدوات التي كان يستخدمها مولانا وطلابه، بعض الآلات الموسيقية. نحن هنا أمام عباءة الرومي وبعض الأشياء التي كان يستخدمها في الماضي. يوجد هنا أيضا سجادة الصلاة التي كان يستخدمها الرومي. ويوجد هنا أيضا المكان الذي كان يجلسون عليه أثناء لقاءاتهم. هذا نموذج أيضا لما كان عليه الرومي في عصره وتاريخه. Ben buradan
يزور الكثير من السياح هذا المكان لزيارة الطريح كما يأتي إليه المسلمون من كل بقاع الأرض. ألا وسمى هذا المكان بكعك العشق. يوجد هنا أيضا العديد من المقابر نحن الآن داخل المكان الذي تواجد فيه الطريح. كما نشاهد يوجد العديد من المخطوطات التي أمامنا باللغة العثمانية واللغة العربية. هنا يقع أمامنا طريح الرومي كرم الله وجهه. اليوم قد يكون مليئا بالازدحام والسائحين، لكن على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في هذا المكان مرة ثانية. يوجد أيضا بجانب الطريح مكان مصلى للرجال والنساء. هكذا قد انتهينا من زيارة طريح الرومي. نحن الآن نتوجه إلى ساحة الميدان والمسجد أيضا. Thank you.
وها نحن الآن في ميدان علاء الدين الرومي، ألا هو من أشهر الميادين في هذه المدينة، وعلى وجه التحديد قد يكون من أشهر الميادين على مستوى تركيا. كنا معكم مشاهدينا الكرام من ساحة وجامع ومتحف مولانا جلال الدين الرومي من ولاية كونيا.